أعلن وزير الداخلية العراقية اعتقال 54 شخص بتهمة الاعتداء على سفارة البحرين في بغداد، وإحالة مرقوة الحماية المسؤولة عن تأمين السفارة إلى التحقيق. كانت الحكومة العراقية أعلنت رفضها لأي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية على أراضيها، معربة عن أسفها الشديد إزاء التجاوز الذي وقع بمبنى سفارة البحرين. وشددت الحكومة العراقية على أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة للسفارة وأفرادها.